الأشراف والأمراء مثله في الحسن ليس يرى، وبه القرآن قد ظهر نوره الهادي من الظلم دونه. أتانا رسول الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، لا يريد عرض الدنيا زائل بل الآخرة الباقية، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله. أما هلأ مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مثل ما وعدتكم خلال هاليوم المبارك، اليوم الذي نحتفل به بولادة أعظم مخلوق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رح يطل علينا بهيدا النهار الجميل جدا مشايخ من معظم بلاد الدنيا لحتى يعايدونا بهذه المناسبة العظيمة. اسمحوا لي رحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. إذن مستمعينا الكرام، فور جهوز الاتصال من وافيكم برسالة وأيضا بكلمة طيبة من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان من أستراليا. معنا أيضا اتصالاتكم رح ناخدها إن شاء الله ونتلقاها لحتى تعايدونا ونعايدكم بهاليوم الجميل والمبارك، 12 ربيع الأول يوم الخميس 1442. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نحن هلا رح نتلقى اتصال من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أسعد الله صباحكم سيدي، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله لكم وعليكم، وأنتم إن شاء الله بألف خير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سيدي، مثل كل عام ومثل هيدا الوقت من كل سنة، بيروت بتضوي، لبنان بيضوي، العالم كله بيضوي فرحا بولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بدي أعرف أكثر وأكثر عن أنشطتكم أنتم في أستراليا، ياريت تخبرونا وياريت نسمع منكم كلمة طيبة في المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص، ثم أجدد لكم الشكر أنكم أتحتم لنا الفرصة أن نتكلم عبر هذه الإذاعة الكريمة. شرف لنا. وبهذه المناسبة الجليلة ذكرى ولادة أرحم إنسان وأفضل إنسان وأحب الخلق إلى الله عليه صلوات الله تعالى وسلامه، كيف لا نحتفل بولادة هذا النبي العظيم وهذه الدنيا اليوم تظهر بهجتها بذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة كل عام بعد عام نرى المزيد 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 من المسلمين يحتفلون بذكرى ولادة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحتفل به وقد قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا ننسى ما قال فيه المادح: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه، فما مقدار ما تمدح الورى. وذاك المنشد المداح الذي كان ينشد هذه الأبيات العظيمة بين يدي العلماء الصالحين قال فيها: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب، على ورق من خط أحسن من كتب. وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. لنا شرف أن نتكلم عن هذا النبي العظيم، عن ولادته، عن سيرته، عن أخلاقه، عن رحمته صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولى والآخرة. أحبابنا الكرام، أختنا الكريمة، إذا إن شاء الله نخبركم بأن المسلمين، الجالية الإسلامية عموما في أستراليا،
كغيرها من الجاليات في بلاد الاغتراب تغتنم هذه الفرصة لتظهر بهجتها وفرحتها بولادة سيد محمد صلى الله عليه وسلم. الكبير والصغير والعربي والعجمي كل يظهر الفرحة بكل اللغات، ينشدون في مدح سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في كل عام كنا نعمل الاحتفالات في المساجد في القاعات الكبيرة، ولا سيما في أكبر قاعات سيدني الرياضية ما شاء الله، التي تحوي أكثر من 4000 إنسان. كل عام كنا نفعل هذا ونظهر البهجة والفرح بولادة هذا النبي العظيم، ويشاركنا بقية الجاليات مع وفود من الحكومة، من السياسيين، من السفراء، من المشايخ إلى ما هنالك. ولكن هذا العام بسبب ما حل بالبلاد والعباد من هذه الأزمة المسماة بأزمة كورونا، ما تيسر لنا أن نكون في تلك القاعة الكبيرة، ولكن تمكننا بفضل الله تعالى من أن نحيي هذه المناسبة في المساجد بأعداد معينة ضمن القانون في البلد، كذلك في بعض المدارس، كذلك في بعض المصليات، كذلك عبر الإذاعة، إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني أستراليا. كذلك تمكن ما شاء الله أحبابنا الكرام الذين ساعدونا وأعانونا أن يظهروا هذه الفرحة عبر تسجيل لأناشيد للكبار والصغار ودروس ومحاضرات تبث عبر الفيسبوك، عبر اليوتيوب وما شابه ذلك من هذه الوسائل الحديثة التقنية. أضف إلى ذلك إن شاء الله سنكون يوم الأحد بعون الله سبحانه وتعالى بتوقيت سيدني، يكون بعد صلاة العصر، لكن عبر برنامج زوم على الإنترنت، لكن سيبث عبر الفيسبوك واليوتيوب. سيشارك معنا وزراء ونواب وسفراء، سيشارك معنا مفاتي، سيشارك معنا رؤساء جامعات ودكاترة، ممثلين حكومة كذلك. الحمد لله تمكننا من دعوة أكثر من 47 دولة، ما شاء الله، سيحضرون معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ويشاركوننا في هذا الاحتفال عبر هذا البرنامج الزوم. فيه بعض الكلمات والأكثر فيها مثل أناشيد وقصائد، وفيها بعض الشروط الفيديو المسجلة، وهذا سيبث عبر الفيسبوك ليكون لعموم الناس. عبر الزوم سيكون لمن سيحضر معنا إن شاء الله تعالى، ما شاء الله. أما بالنسبة للناس وعموم الناس سيكون عبر الفيسبوك، هذا متاح للجميع. نعم، وهذه الدول التي دعوناهم يعني وشاركونا وما شاء الله لبوا الدعوات، ومن طبقة مفتي أو وزير أو نائب أو رئيس جامعة أو ما شابه ذلك، من أستراليا، من نيوزيلندا، من فيجي، نيو كالدونيا، من أندونيسيا، ماليزيا، بروناي، سنغافورة، تبارك الله، تايلاند، كمبوديا، سريلانكا، هونغ كونغ، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الهند، باكستان، أفغانستان، ومصر، والعراق، والجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، وتشاد، والكاميرون، والإمارات، والكويت، وإيطاليا، وأوكرانيا، واليونان، وفي غيرها. تبارك الله، كلهم أحبوا أن يشاركون هذه الفرحة لأنها فرحة عامة للجميع. الكل يريد أن يظهر فرحته صحيح بهذه الذكرى العظيمة. نعم، والحقيقة هذا ما عليه الجمهور الغالب من المسلمين في هذه الأمة الإسلامية. هذا معناه أن هذه التشويشات التي تظهر بوقت ووقت من بعض الفرق المتطرفة المنحرفة، التي يعني تصيح وتصرخ بالإنكار على من يحتفل بالمولد النبوي الشريف، الناس لا يلتفتون إليهم. صحيح، الناس يتذكرون في هذا إبليس الملعون. إبليس الملعون هذا الذي حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رن صاح صيحة كبيرة، غضب وصاح غيظا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد. صحيح، وهكذا يوجد أناس اليوم من أتباعه كذلك يصيحون ويصرخون بالإنكار على من يحتفل بالمولد النبوي الشريف. هذا الشيخ أسامة السيد مدير الجمعية في البقاع، نعم، أرسل لي هذه الأبيات من الشعر، يقول فيها: في يوم مولده
الرياض تميس ويغاظ منه مجسم وخسيس وكذاك إبليس يرم بغيظه وإمامهم في ذلكم إبليس. بارك الله بالشيخ أسامة، بارك صحيح. الله بكم جميعا، بارك الله يعني أحببنا أن نشكركم مجددا على ما أتحتم لنا فيه الفرصة من أن نبين لأخواتنا وإخواننا لأقاربنا لأصحابنا لمن له فضل علينا لجمعيتنا المباركة لقادة الجمعية ورؤسائها والعاملين فيها من المشايخ وغيرهم أن المسلمين في أستراليا كذلك هم يشاركونكم الفرحة بذكرى ولادة النبي الأعظم، لا سيما طلاب وأحباب ومريدو شيخنا الإمام المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمات الله تعالى عليه ونفعنا الله تعالى به. له حق علينا وله فضل علينا، علمنا حب النبي وعلمنا أن نجدد في قلوب الناس حب النبي وأن نذكرهم بسيرة النبي وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي الناس بهذا النبي الأعظم، ولنعمل جميعا ولنعمل جميعا إن شاء الله تعالى بهذه الوصايا التي أوصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم شيخنا الفاضل الكريم الشيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى أستراليا، شكرا جزيلا لكم. بارك الله بكم وتقبل الله منا ومنكم. أكرمكم الله.